هي خوتي ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب فعل الجرس باش يوصلكم ديما جديد وغادي نقول كاع اللي كيحبوني ديروا ابو. السلام لفافا، اتمنى تكونوا بخير. هادو بعض اللقطات من الفيديو السابق اللي كان يجمعوا فيه بزاف ديال الجمعيات والاطفال استعدادا اللي كان الاطر كيشرحوا كيفاش ان شاء الله غادي نضمن مسابقه اللي تكون بشراكه مع اسبانيا في هذا الشهر ان شاء الله يوم 28 و 29 و 30. وايضا كنا خدينا بعض التصريحات من كل رئيس يمني اليدوية اللي كتضرب، يعني كاينه حركات يعني مستقيمه في المؤسسه مرشد من موسى. وهنا كما كتشوفوا مباراة صغيرة كتدريبية لبعض أطفال إن شاء الله استعدادا للمقابلات الدولية والوطنية. كما كتشوفوا هنايا الحكم كان الفائز، كنتمنوا له مسيره موفقه ان شاء الله في حياته الدراسيه والرياضيه ان شاء الله. وكما كنشوفوا هنايا الاستاذه فاطمه كتقدم الجوائز للفائزين المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه. وهادو هما الاطر اللي كيساعدوا الاطفال والشباب على هاد الرياضه باش يمشيو بعيد. ونمر الى اللوحه التنشيطيه من تقديم اطفال جمعيه اشبال طنجة للتنميه والثقافه الرياضيه. ومرة أخرى إلى لوحة تنشيطية من تقديم أطفال جمعية مؤسسة أبو العيشة اليزيدي للتربية والتعليم. والآن العرض شريط خاص بأحد التظاهرات التي نظمتها جمعية المغربية البايدوكايدو وجمعية المغربية للباكايدو.
في الأخير نشكر كل المشاركين من بعيد أو قريب، وألف شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي. وقناة الحوات فلوك تشكركم على هذه التغطية وشكرا لكم. المهم أخوتي، بعد ما سمعنا اللقاءات وتفرجنا وشوفنا، تالي هنا كنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب، فعلوا الجرس باش يوصلكم ديما جديد. وغادي نقول كاع اللي كيحبوني ديروا ابوني.